السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله نتكلموا على واحد النبات اللي هو في الحقيقة قاتل بالنسبة للأرانب. بغيت نحذركم منه في هذه الحلقة ونبينكم يعني اسمه الفرق ما بين النباتات القاتلة والنباتات الصالحة. أول حاجة هو هذا النبات. لاحظوا أن كاين يعني النساء اللي كيمشيو للسوق كيكونوا عارفين الفرق ما بين القزبر ومعدنوس. انا في هذه الحلقه جبت لكم القزبر ومعدنوس بجوج، يعني غادي نوريكم الفرق بيناتكم وشكون هو اللي قاتل بالنسبه للارانب. يعني كونوا متاكدين بحال اللي راك عطيتكم السم للارانب وهو القزبر ماشي المعدنوس. اذا نوريكم الفرق ما بين القزبر والمعدنوس. ها انتما كاين هذا، شوفوا هنايا هما راهم كيتشابهوا في القزبر والمعدنوس، ولكن شوفوا هنايا المؤخره ديال هذا الورق كتكون فيها بزاف ديال هنايا الشراشف. هنايا كنقولوا بحال الشراشف. هنايا كتكون هنايا بالنسبه للمعدنوس، شوفوا هانتوما ما فيش بزاف ديال الشراشف بحال هذا. شوفوا الفرق ما بين هذا، هانتوما شوفوا هذا الطرف هذا، يعني القوائم ديالو كتكون فيها بزاف ديال الشرابي. اما المعدنوس ما كيكونش فيه بزاف ديال الشراطي. لاحظوا راه كاين واحد الفرق. ها نتوما كاين هذا وكاين هذا. هذا سميتو القزبر وهذا المعدنوس. هذا القزبر قاتل وهذا نافع 100%. شوف سبحان الله، هاد النباتات اللي عطاهم لنا سيدي ربي. بالنسبه للقزبر، القزبر اللي هو هذا القزبر هذا كيقتل النباتات في المده ديال نقولوا واحد ربع ساعه صافي كيبدا الارنب كيغوت صافي ممكن انه يموت. اما بالنسبه يعني المعدنوس اللي هو هذا المعدنوس هذا راه كانكم عطيتو التفاف اللي هضرنا عليه في بعض الحلقات. هذا مهم يعني الانثى اللي يلاه ولدت كيدر الحليب بواحد الطريقه يعني مهوله سبحان الله. اذا الحلقه ديالنا هذا النهار هي النباتات اي حاجه حاره يعني في المذاق ديالها. عموما اي حاجه كتكون حاره في المذاق ديالها كتكون كتأذي بحال الورق ديال الخرشف او الخرشف براسو، القشور ديال القوق. دابا انا كنهضر كنحاول نجيب موضوع ديال الساعه، لان في هذه الايامات كاين الحوايج ديال الربيع متاحه، يعني ملي كتشريو نتو كتمشيو للسوق كتلقاو الحوايج ديال الربيع دخلت لان وقتها. هذا حاولوا انكم تعطيو الارانب ديالكم النباتات بواحد الطريقه يعني ماشي بزاف، يعني بكميات بسيطه. لان مزيان تا النباتات الخضراء راه مزيانه للارانب ولكن بكميات بساط. رانا القزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس هذا القزبر ضار 100%، المعدنوس صالح 100%. القزبر يقتل الارانب والمعدنوس كي يدر الحليب. منين غير تشوفوا شي انثى ولدت بغيتوا الصغار يطلعوا مزيانين وصحاح ممكن انكم ديروا لهم اش قبطه بحال هذه، ماشي كاع ترميوها لها كامله، مثلا هذه ديروا النص ديالها. هذه دابا حزمه كدير درهم، ممكن انكم ديروها لها في يومين. كونوا متاكدين ان الحليب كيولي الشايط مدفق عندها تبارك الله، ماشي من القزبر ولكن المعدنوس. المعدنوس راه بلا شك ان العيالات راهم كيفرقوا ما بين القزبر والمعدنوس. كذلك المربون يعني بالنسبه للرجال خصهم يفرقوا ما بين القزبر والمعدنوس. يعني حتى الا بغيتو تعطيو شي يعني الحوايج اللي كيشيطوا عليكم حاولوا انكم تنقيو القزبر من القشور ديال الخضره. بغيتو تعطيو قشور ديال الخضره من لابد ما تكون معاهم شي شويه ولو غير واحد العريش ديال القزبر. القزبر الا مشى حتى ذاقوا الارنب كونوا متاكدين انه سم قاتل. الناس اللي كيسولوا يعني سمو كيفاش غادي نعرفوا النباتات اللي غادي نعطيوهم الارانب، سهله. منين ترتقوا بحال هكا، هزوا واحد العرش بحال هكا وترتقوه هكا وذوقوا هذاك الماء ديالو، ذوقوه هذا الماء اللي كيكون يخرج منه ذوقوه. الى لقيتوه حلو
راه ما غاديش غاديش يادي. لقيتوه مر غادي ياديهم صافي. هذه ببساطه يعني. وعموما الحوايج الحاره راه معروفه، مثلا الخرشوف راه حار، نجيبوا الكرومب، الكرومب حنا كناكلوه خضر وما كي ما كتجيناش شي حراره في فمنا، يعني المكور الكرومب كيقولوا الكرومب هذاك ما كتجيناش حراره في فمنا، كياكلوا الارانب يعني ما تخافش عليهم. الخص كذلك عباره ملي كتذوقوا كتلقاو فيه غير مياه، مياه ما هي حلوه ما هي حاره. الاشياء اللي كتدير الارانب وهي ملي تقردوا بحال دابا هذا راه القصبر، انا الا مشيت قص بلساني هذا الماء اللي كيخرج منه غادي نلقاه حار، يعني كياديهم 100%. ولكن هذا ماشي غير كياديهم، راه كيقتلهم. حاولوا انكم يعني تفرزوا ما بين هذا القصبر ومعدنوس باش ما تعطيوش شي ولو عرش واحد من بحال هذا الشكل. انتم راه باين الفرق بيناتهم، هذا فيه الشراش بزاف، هذا لا يعني في الاطراف ديالو. الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم يعني تعاملوا مع الارانب ديالكم بواحد الذكاء، يعني ملي تبقاو تقدموا لهم شي يعني اوراق ديال شي نباتات، حاولوا انكم تذوقوهم. ماشي غادي تذوقوهم تاكلوهم، ولكن غادي غير تقردوا العرش يعني بحال هكا تقردوهم وتذوقوا بلسانكم. لقيتوه حار ما تعطيولهمش، لقيتوه حلو عطيولهم. ماشي بالضروري انه يكون حلو، ممكن انه ما تلقاو فيه حتى مذاق بحال الماء، كيكون ما عندهمش المذاق هذاك حتى هو ما يأذيهمش، ما تخافوش منه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه يعني القزبر ما تعطيوش الارانب ديالكم، حلقه مهمه بزاف. الناس مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه غادي بالدعم ديالكم. كنطلب منكم انكم تسامحوني لان ما كنجاوبش لي كومونتير في هاد الايامات، كنت شويه مريض، كنعتذر منكم، ولكن ان شاء الله غادي نبدا نجاوب على لي كومونتير. واحد يومين ما جاوبتش على لي كومونتير، انا كنحاول نجاوب بصيغه رسميه يوميا، يعني يوميا كنجاوب على لي كومونتير، ولكن واحد اليومين راني فلتها، كنعتذر منكم. الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.